نعم. إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك. لأن الواقف أراد الأجر، يعني أوقف المصحف الأجر. فإذا أوقف مثلا 200 مصحف في مسجد رواد 10 15 شخص، هنا الأولى أن تنقل هذه المصاحف أو بعضها إلى مسجد آخر ممكن يقرأ، يعني يقرأ فيها فيثاب على ذلك. نعم.